نشكر عيادة المها البيطرية والشكر أيضا لجميع المتواجدين، شكرا لمؤسسة الأصايل ممثلة بسعود بن جابر بن حسين البريدي، شكرا يا أبو جابر، شكرا يا أبو جابر على هذه الوقفة الحية لهذه المراكيض. هنا هذا الانطلاق والاندفاع والشوط الأول، الشوط الرئيسي وشوط الكاس، شوط الرئيسي شوط أيضا فيه حبس الأنفاس، فيه أيضا التوقيت الزمنية، فيه الشوط الأول، الشوط الذي يحمل العديد والعديد من المشاركات المرشحات. يا سلام مع هذا الانطلاق، المركز الأول، نتابع هناك المقدمة والصدارة مع الشاهينية، شهوان بن مسفر الشهواني على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الفائزة لسالم بن ناصر الحفيظ من سجل سيارة في رصيده بيوم الأمس، المركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية، شهوان بن مسفر الشهواني دافع بثنتين على هذا الشوط، وهي أيضا المرشحة هنا حاملة الرقم 4 من أقوى البكار المشاركة. المركز الرابع من تتسلل شعار بن سلامة، يا سلام عليك يا بن سلامة، متواجد أيضا بهملولة محمد بن راشد بن سلامة الهاجري، المركز الرابع والدخول أيضا سلطة حمد بن محمد الوهيبي على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع القدوم والدخول من الهدة، الهدة من هدة على المقدمة لحمد بن محمد الوهيبي، يا سلام يا سلام التحديات، وشهوان بن مسفر الشهواني يا سلام أيضا مع 800 متر الأخيرة والمقدمة والصدارة والتحديات والسيارة والنيسان بكب الانتظار، النيسان بكب زايد الرمز الغالي لهذا الختام وختام جروب التحدي. شكرا لجميع الداعمين، شكرا لجميع الداعمين، شكرا أيضا لمؤسسة الأصايل على هذه أيضا الوقفة الحية وجروب التحدي. ولكن الله، يا سلام يا سلام يا سلطة، سلطة بدأت بالتغيير، سلطة أيضا بدأت بالتغيير، حمد بن محمد الوهيبي، يا سلام عليكم يا أهل برزمان متواجدين في هذا الشوط المركز الثاني والقدوم مع الهدة، حمد بن محمد الوهيبي المركز الثالث، شهوان بن مسفر الشهواني والفائزة لابن حفيظ على المركز الرابع، وأيضا الخاطر شعار الخاطر على المركز الخامس. ولكن الله، يا سلام، الميتين متر الأخيرة، الميتين متر الأخيرة، التحديات الأخيرة، الله يا حمد يا حمد، هنا مع سلطة، سلطة سلطة وحمد بن محمد الوهيبي، يا سلام يا سلام، ابن حفيظ على المركز الثاني، ولكن سلام سلطة، سلام سلام إلى السلطنة على هذا الفوز، تهانينا والناموس. المركز الثاني الفائزة لسالم بن ناصر الحفيظ، المركز الثالث الشاهينية لشهوان بن مسفر الشهواني، تهانينا والناموس، تهانينا على هذا الفوز، تهانينا على هذه التحديات والتوقيت أيضا الذي كسر حاجز الثلاث دقيقتين 59 ثانية وثلاثة وتسعين جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن محمد الوهيبي من انتزع الشوط الرئيسي والنيسان بكب إلى سلطنة عمان وإلى الكاس والبندقية، أيضا يستاهل الفوز والناموس على هذا الإنجاز. كما نهني أيضا سالم بن ناصر الحفيظ من جاء وصيف في المركز الأول، أيضا وصيف على المركز الأول، المركز الثاني، المركز الثالث مع شهوان بن مسفر الشهواني. تهانينا والناموس، تهانينا على هذا الإنجاز وهذا التحدي أمام خط النهاية، يستاهل الفوز والناموس.